جاي جدا. هناك كام موضوع؟ احنا معانا 4 تسليمات، 400 و3 سيت من كل المستشفى لاستقبال بالكلى كله. يعني هنا 400 وهنا 50 او 60 مثلا. يعني 460. تمام. بس ده متأكد جدا. بس 21 الدرجة القديمة كلها كانت 21 او 22. القديمة اللي دي تم المكانها كانت 21. ده ضعفنا الرقم، ضعفنا الرقم ده. ده عشان كان المخطط الجديد بقى ان احنا نرفع كفاءة القديمة. بعد ما نخلصه ده نرفع كفاءة ده. طب انا عندي ده مكان فاضي ممكن نبني منشأ جديد خالص وندير وده يكون شغال زي ما هو لحد ما نعمل الجديد. عندنا جنينة فاضية كبيرة. ده كان المقترح يا باشا. بعد كده لما جيت ده كان المقترح. انا بص عشان انا هقول ساتك عليها. هبني بكام وهرفع كفاءة تمام. بس ان هو حضرتك تاني كان ده المقترح الاولاني خالص. حضرتك مش واقف حضرتك ولا يخليك ازيك يا احمد. على انه ما شاء الله يعني المبنى خلاص تكامل ما شاء الله. ما شاء الله. بفضل حضرتك. فضل الله ثم حضرتك. البركه فيكم جميعا. بس هو بفضل الله. الفضل الله ثم حضرتك ده حق ربنا. انا بقولها لكل الناس والله. احنا 404 اوضه. تمام. وهنا في الدرجات بقينا 56. يعني 460 اوضه ما شاء الله. طب كويس قوي. انا ده جاي بس انا عايز بعد المخطط ما نخلص من هنا نبتدي نرفع كفاءه المستشفى نفسها. الدكتور بيقول ان احنا ممكن نبقى يعني نشوف تفاضي مشاكل عند العادات الخارجيه. لو كده ممكن نقدر نبني احسن ما نرفع كفايه المستشفى. كنتوا اتكلمتوا فيها. عايزين ننجز هنا الاول نخلص هنا نفتحه. تمام. نجهزه نفتتحه وبعدين واحنا شغالين. لا انا عايز اكسب وقت. خلاص واحنا شغالين نشوف تكلفه رفع كفاءه كام عشان نبتدي ان شاء الله نعمله دور. تمام. ما عنديش مشكله عشان ما نفضيش المستشفى. تمام يا فندم. يا دوبك ناخد دور نجدد. ناخد من فوق لتحت. نجدد الدور العلوي وبعدين نفضي ننزل تحت. ننزل تحت نرفع وهكذا لغايه ما. بس اعملوا لنا دراسه للجزئيه هندسيه. تمام. وتاثير عمل على المستشفى يعني عشان بالظبط خطه التشغيل. نفتح ده وبعدين نعمل خطه تحليل. زمان انا في الاداره مثلا عملته من 2005 سنه 2008 بالظبط كده. الدور اللي هو الاخير ده الرابع اللي فيه الكورونا حاليا كنا فضناه ونزلنا ارضيه السقف بتاعته لانها كانت برضو الحديد متاكل ومش كويس. نزلناه وفضينا تحت وفوق واشتغلنا الكلام ده. كان في الشهور اللي هي نايمه زي واحد واثنين كده ما كانش فيها مرضى كتير. احنا دلوقتي هنا دلوقتي بقينا 5 ادوار. تمام. القديمه 4 ده جاي. خلاص احنا كده ممتاز. انا عايز اعمل نفس الفكر عظيم. احنا الله.